بعد أشهر عجاف من دون ولائم فاخرة وعلنية بسبب جائحة كورونا، أعراس الجزائريين ومناسباتهم السعيدة تعود إلى الواجهة. يعدون كل العدة كي تكون مناسباتهم وأفراحهم على طريقة الملوك، يخطفون بها الأضواء، فهمهم الوحيد أن تكون أفراحهم حديث العام والخاصة. فهل أدحت أعراس الجزائريين مظاهر وبرستيج أم هي التقاليد بلمسات عصرية؟ زمان جينيرالمون سيتي شربة وطعام، شربة طعام شلاضة سامبل، دركا عادوا هذه سفة وهذا محمر وهذا الغولي. كل مرة كل راجل يحوس كيفاش يتزوج ويدير عرسه بيان، ماذا به يدير عرسه أجمل عرس في حياته يكون بالطبع والشان، ويقعد له إن شاء الله فون ديكرون باش يزوخ على أولاده. أغلى جهاز فاس عليا هنا في المحل بيجيس قاملوا 60 مليون بالصح بلا الذهب. نعطيك إكزومبل، الباري اللي شراه ولا ب 150 مليون. كاين دوكا يزيدو، كاين عراس لي قد ما يديرو يقولو قليل. بعد غياب طويل للمة الأعراس الجزائرية، عاد التنافس على أفخم وأرقى قاعات الحفلات إلى الواجهة. فأول ما يفكر به المقبلون على إقامة الأعراس هو المكان الذي سيقيمون فيه المناسبة السعيدة، والتي يفضلها الكثيرون أن تكون فخمة ورقية وأن تتوفر على جميع المواصفات التي تليق بليلة العمر. هذه القاعة قاعة أفراح بمواصفات ملكية، هنا كل ما يحتاجه صاحب الفرح متوفر، كل ما عليك هو الدفع وفقط. فالقائمون على هذه القاعة يتكفلون بأبسط التفاصيل، فما على صاحب العرس سوى الاستمتاع بفرحه ويعيش اللحظة دون أن يكلف نفسه عناء التفكير. لاصال تاعنا فيها كلش، نقدروا تلقاو واش تحبوا كامل. مول العرس كي يجي عندنا نبروبوزيو له واش يحب واش يسحق، اون فوا يجي لعندنا سيكون هاني. بون هنا عندنا نقدروا نبروبوزيو له المنيو يكون عند من علينا، منيو بازيك، الماكله تراديسيونيل اللي يحبها اللي يحبها يلقاها عندنا، اللي ينويها في راسو يلقاها عندنا. نو دوكا مش كيما بكري بكري قاعد يجري الاخر، دوكا اون فوا يجي ريزيرفي هنايا نديرو له كلش واش يسحق، يجي كي هو كي لي زانفيتي تاعو مهني يلقى كلش واجد كلش يبريفيري كلش علينا خير. هذاك هو المقصود بيت القصيد، انه يروح مهني يقعد وكلش عنده يلحق. عادات الأعراس في الجزائر تغيرت وصارت السهولة واليسر هي المطلوبة من طرف أصحاب الفرح. فما يلاحظ في السنوات الأخيرة أن أغلب ربات الأعراس أخذن إجازة من أعباء الطبخ وحتى التقديم، حيث صارت تحضر العرس مثلها مثل أي ضيفة من الحضور تشاركهم الفرحة والدردشة، ليحل محلهم محضري الطعام أو ما يعرف بليتخيتوغ الذين يعدون كل الأطباق المطلوبة منهم. وحتى قائمة الأطباق المقدمة تغيرت، فزمن الكسكس والشربة قد ولى أطباق ملكية فاخرة للمعازيم، المشوي، المحمر، وتشكيلات مختلفة من السلطة وفواكه على الأنواع، لتصبح موائد الأفراح VIP هي معيار الهم والشان في أعراس الجزائريين. تطور كبير في تنظيم الأعراس والمناسبات. بكري في قديم الزمان كنا نعرف أطباق تقليدية، أعراس في السطح، حاجة خفيفة، إيتو الناس تحوس غير الهنا. دوكا الناس يحوسوا على الهنا، مي يحوسوا يديروا عرس ملكي يقعد لهم في الذاكرة تاعهم، ومادا بيهم يعيشوا اللحظة تاع حياتهم اللي تكون خطرة في الحياة. بالنسبة للبنات دوكا وليجان اللي يحبوا يتزوجوا، مادا بيهم كي يضيق خاطره يدير فلاش ديس تاع عرسو يتفكر هذيك الجورني الشابة كامل.
بكري واش كانوا يديروا؟ الشربه، الصلاده، الطعام باللحم، وعلى حسب المناطق. نعرفوا برك بلي عادات وتقاليد تاع بلادنا متنوعه. نروحوا شويه للشرق يديروا بزاف التريده والبربوشه، نروحوا للغرب يديروا الحريره والمحمره دي على قديم الزمان. خوتنا تاع الجنوب نبداوها من الجلفه ونروحوا للمديه حتى اقصى الجنوب، يديروا بزاف الطعام تخلط لهم في قلبهم، تخلط لهمش في الطعام. دوكا تبدلوا العادات والتقاليد. انا راني متواجد هنا في العاصمه وبليده وبومرداس، نخدم انا الاعراس. ما قريتوا الشرائح تبدلوا من كل بلاصه ما يجوا يسكنوا هنا. من الناس ولات تحب دوكا حاجه بطبع، واش ولاو لي زونتري شوط يلعبوا دور كبير، شربه ولا حريره ولا انسوب حسب المنطقه. عندنا البوراك، وعندنا تانيك بالنسبه للناس اللي يحبوا الاطباق شويه رايحه للكوتي تاع الغرب يديروا لنا تانيك البسطيله، وكاين اللي يحبوا تانيك بزاف 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 لي صالي المتنوعه. وعندنا لي زور دو فاري راح يكونوا بيان ديكوري. عندنا لا صالات بيم والحميس مع الزيتون فاريونت، هذو اللي راح يكونوا ثاني كمقبلات بارده يفتحوا لهم الشهيه. ومن بعد نروحوا للاطباق الرئيسيه. الاطباق الرئيسيه في الاونه الاخيره كاين المحمر روتي دفو مع لي ليجيم صوتي، المشوي دانيو، هادو ما كاين راهم غازيين بزاف على الطبقه الراقيه. بالنسبه للطبقه المتوسطه يديروا متوم ولا تقليدي ولا متوم ريفيزيتي، راهم يسموه طاجين الرخام ولا الرولي حسب المنطقه. وبالنسبه للي سوبليمون اللي راح يكونوا تانيك في الطاولات تاعنا، طاجين الحلو كاين تقليدي وكاين بلمسه عصريه، وكاين السفه، وكاين الفواكه المتنوعه. نعيطوا احنا لي فرويت سيزون تكون حسب الفصل اللي نكونوا فيه. ولا يكاد يختلف الوصف بالنسبة لقوالب الحلوى التي أصبحت تصنع الحدث بطوابقها المرتفعة وديكوراتها الثلاثية الأبعاد لتكمل بريستيج أعراس الفخامة، لتفتح المجال للمعازيم لالتقاط صور حلوى العروسين الملكية. فوالا دونك تبدلنا. زمان كانوا يديروا بزاف بلا كريم بلا شانتي وبلي فروي تو سا، دونك اون ايتي اوبليجي دو شانجي، نمدوا شويه لمسه عصريه. دوكا دو بلوز اون بلو الناس راهي تحب، دونك مع لي ريزو سوسيو اي تو الناس تو الموند ايت على باج، دونك كامله لازم كاع تطوروا. دونك اون اي اوبليجي حنا تانيك نتطوروا فيه، دونك اون ايتي اوبليجي دو فير اونتري هذا افيك لي غو تاعنا. شوفوا انا عندي بيرسونيلمون جو في جو في جون شاك ماريي لا سون غاتو، دونك شاك ماريي عندهم لوغ غاتو بيرسوناليزي. جيساي او ماكسيموم ما نعاودش، دونك عندك تال بيرسون عندهم باغ اكزومبل كل واحد عنده ديزاين ديالو، والناس واش تحب يحبوا توجور لا هوتور و لو غو، دونك ايز اكزيج سور لو فيزوال اي لو غو. فوالا يحب نديروا له كونسيب تاع غاتو كومبلي نديروا له، حاب نديروا له نوفو كونسيب كوم لا رو يديروه كوم لاترونجي نخدموا له. دونك سي تو فيس فوس بيس مونتي و لو ديرني غاتو يجي سي ان فري غاتو. فوالا و لي باغ يروحوا واجدين، يعني بيان فيني بيان ديكوري يروحوا واجدين، باسكو جينيرالمون في القطاع ما يعرفوش يقطعوها وتجيهم صعيبه وتطيح لهم وتدوبلهم وتوسخهم فيها. اون ا بوكو ديكسبيريونس تاع فايز. دونك فوالا و دي فوا لي باغ ما يخرجولهمش كيف كيف، دونك الا قال لي 200 نطلع له 200 نطلع له جوسكا واش يحب، مي كي الحق تما ما تخرجلوش باسكو لي باغ دي فوا يكونوا كبار دي فوا يكونوا صغار، هاي طاحت له هاو زيد لي هاو رجع لي. دونك كي تكون هكذا بيان تروح بيان فيني بيان بروبر فوالا وتروح شاعله تروح ما شاء الله. هي ليست هدايا مقتبسة من روايات ألف ليلة وليلة، وإنما هو جديد جهاز العروس الجزائرية، صناديق مذهبة بطراز ملكي شفاف بديكورات مختلفة تزينها كل أنواع الشوكولا الفاخرة والمكسرات. السلام عليكم خويا. فوالا لا كوموند. بارك الله فيك. لي دو بوكي ان شاء الله. ديسير ومكسرات. ربي يبارك فيك. عندنا البوكس لي دو باك وعندنا كوسميتيك. ان شاء الله. ربي يبارك فيك. هادو هما. هادي يلاه ما عندي ما نخير. كيما حبيت. كيما حبيت خير من اللي حبيتها. بارك الله فيك. ربي يحفظك. ربي يجازيك عزيز. ربي يجازيك. صافي بليزير اللي تعلمت. الله يحفظك. الله يحفظك. مرحبا بك في اي وقت. هما اوديبي كانوا حابين حاجه تراديسيونيل. ابري انا اللي شغل نعدت لهم خدمته شي انستغرامي تو عجبتهم ليدي.
فهمتني كيف؟ دونك هما شغل الحب وحاجه ثاني تحمر لهم وجههم بيان سور. دونك لا فامي بروميير كشغل كيفاش نقولوا البروميير انكونتر مع لا فامي الاخرى ماذا بهم حاجه تحمر الوجه. فهمتني سي بوكو عايش نبدو صاحبنا تاعي زين شايلولو ما قبالي ان شاء الله ان شاء الله عليه عزيز خويا بارك الله فيك عزيزي ربي يهنيك ان شاء الله درك بقى العرس عرض نسمعك معروض منظرك معروضين كامل ربي يهنيك ان شاء الله كامل خويا بارك الله فيك هيا بارك الله والله الفكره يعني غريبه شويه. قبل ما يبدا قبل ما نبداو نخدموا الخدمه هذه كان كل شيء يروح في السر. من بعد صحابي قلت لهم هكا بعد قلت لهم يا جماعه راح نخدم لكم حاجه جديده وحاجه مليحه علاش نخبيوها وكل واحد مقدوره ماشي زعما كي نبينوا راح نفتخروا. بار اكزومبل كان واحد كيروح يخطب يجبد الخاتم من الجيب يلبس لها ويروح. انا هذه ما نهضر على نفسي ما نديرهاش بار اكزومبل في الخطبه تاعي ما درتهاش. تسمى درت بوكس حكمت بوكس حطيت خاتم في النص درت معاه الشوكولا والورد وطرحته كيما نقولوا حطيته سوا في لاباج فيسبوك ولا في الحانوت اللي جي نبروبوزي عليه نقول له هاي فكره جديده على جبت الخاتم من الجيب. كانوا بكري يديروا لا طارت والبوكي ولا باك هذو هما ثلاث حوايج. انا زدت لهم شويه بار اكزومبل نقولوا عليه ما ديرش كبيره انت قادر سوا قادر ماكش قادر كيف كيف هي ماشي راح تدي بزاف في البيجي ماشي راح لوغو هو الصح. نقول له علاه ما ديرش كوزميتيك هذه مع الاول كنت انا اللي بروبوزي دركا ولات هي الخطيبه كما نقولوا خطيبته هي اللي تقول له واش حابه وهو يزيد حوايج من عنده قادر يزيد لها تليفون قادر يزيد لها ساعه وانا الديكور عليا اسمه هو يجيب يعطيني الفكره الكادو اللي راح يديره وانا نديكوريه. ما كانوش صح الكوزميتيك والديسير مكسرات ما كانوش دي فوا يقول لك بار اكزومبل كم زدتو في البيجي دركا على كيشري الخاتم وكيشري اللبسه ديجا سقامو له هادو اوتوماتيكمون تبدلت ثقافه الاهداء ولات حتى ما يدير في هذا الديكور كيجي نعطيه انا لي صوم بصح ما نحتمش عليه ما نقولوش دير هذه الحاجه تاع 10 ملايين وما نقولوش دير تاع 20 مليون كاين اللي دار بزوج ملايين انا تبان لي زوج ملايين الوقت هذا في الحوايج هادو قادر عليها لكن ماهوش قادر ما يروحش يخطب طول انا نهضرها نورمال. هي المنشر كيدير بار اكزومبل تاع الخاتم والكوزميتيك للمشاهد اللي قاعد يشوف فيها اللي راح يخطب وربي يتم ان شاء الله وربي يكمل لهم كامل لازم له الخاتم والكوزميتيك والبوكي هادو حاجه ساكري يعني لازم يديرها كون يزيد عليه موهول يزيد عليها ماشي انا هادو سي ابارتير دو 3 مليون تبان لي 3 مليون ثاني ماشي حاجه اللي يقدر يديرها اي واحد. كما تعرف تجارة الورود انتعاشا غير مسبوق في موسم الأعراس حيث يتسابق العرسان وبالتعاون مع صاحب المحل لاختيار أجمل باقات الورود حيث أصبح العريس يولي اهتماما خاصا بباقة الورد التي أصبحت تقدم بموديلات حديثة وجديدة عكس ما كانت عليه في السابق. الباقات في الاونه الاخيره الناس راهي تشوف حاجه جديد راهي تحوس حاجه جديد تكوموندي حاجه جديد ماشي كيما كان من قبل في يامات زمان. مثلا من قبل كانوا يديروا دي بوكي ستاندار لشوفه خطبه فيونساي ولا حتى مرض ولا يروحوا يطلعوا على كاش مريض ولا مثلا. باغ كونتر في الاونه الاخيره لي كوموند تبدلوا الناس ولا تتحوس على دي موديل جدد موديل تاع المهيبه ماهوش كيما هو موديل تاع شوفه ولا تاع خطبه ولا تاع الفيونساي ولا مام ولا عندنا دي بوكي سبيسيال مثلا مزيود ولا دي بوكس المزيود ولد مثلا ولا بنت لي فيونساي تاني عندنا بوكو بلوس لي كوفري رام دوموندي بزاف من عند الناس دي كوفري يديروا فيهم الورد مع لي شوكولا كاين اللي يحب يدير ورد ومصحف كاين اللي يحب يديرهم كامل. الخطبه جينيرالمون يدو دي بوكي مي دي بوكي اما لي رام توندونس ماشي مثلا لي بوكي اللي كانوا يدوهم بكري بلا موس وكامل بوكي مخدوم اما امبالاج شباب حاجه جديده
دوم الخطبه مثلا ولا شوفه. عندنا ثاني لي كوفري تاع تاع السباق، دي كوفري سبيسيال يكون فيهم مصحف، يكون فيهم دراهم ولا ورد ودراهم، معناتها توجور اي حاجه يا كومبان يعني يرافقوها بالورد، اي حاجه يزيدوا لها لا توش تاع الورد. مام راهي كاينه عاده جديده مثلا في الاعراس الجزائريه، العريس كي يولي رايح للعروسه ديالو مثلا يدي لها باقه سبيسيال يديها لها باش تخرج بها مثلا بلاغو بلانش، تكون مثلا حمراء ولا بلانش ولا لي دو كولور بلانشي روج. هذه حاجه جديده ما كانتش زمان يا مات زمان. عادت الأعراس الجزائرية إلى الواجهة وبقوة بعد جائحة كورونا، لكن بعادات جديدة وأخرى غريبة لم تعرفها من قبل، حسب منال صاحبة إحدى قاعات الحفلات بالجزائر العاصمة. كان عروسة جابت مرش تاع النحاس مع لي دراجي وزعتهم على كامل الضيوف تاعها، كاين يحطوا لي دات فوغي، يحطوا لي ماكارون على لونتري، دي بواط تاع فيريرو روشي، enfin unitaire هكا pour chaque invité هكا à l'entrée، يعني ولاو الحلوى بريستيج ولاو يديروا لي غاتو سيك، يعني يديروا لي سالي في او ديبي، ومن بعد لي غاتو سيك يشربوا بهم الناس القهوه ا طابل هكا، ويزيدوا لهم الحلوى تاع اللوز في لي بواط ولا دي بيتي بانيي، ولا داروا ثاني سيار سيار لي هكا صوابر هكا صغار ديكوري هكا يسربوا فيهم الحلوى تاعهم، يعني الناس راهم يبدعون. يرمقنا المدعوات بنظرات ثاقبة، يترصدنا كل حركة للهاتف قد توجه باتجاه العروسة، كلهن عزم على ضمان حماية للعروسة من عدسات الهواتف التي قد تلتقط صورا أو فيديوهات قد يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو يتم استغلالها لأغراض أخرى، يطلق عليهن الحارسات الشخصية للعروسة. مدام حبسي، انتردي لا بات فوتو مدام. انا صح انا كاتبين بلي بات فوتو، انا من مقبل ندورو. نو مدام، لا لا مدام، كي تقول لك العروسة اوتوريزي سي بون، سينو ما قالتلكش ما بات فوتو مدام. سمحينا تحبي تصوري وحدك خليها تدخل لا ماري لا شامبر تاعها وتصوري. سامحيني. اسمح مدام اسمح. كي تدخل العروسه نستناو كي تكون زعما تعيط لنا، كي تكون زعما جايه الكوختاج تاعها زعما الربعه ولا تعطينا الوقت ديالها وقتاش توصل، نهبطو حنايا لتحتها وحده ولا زوج، نتهبط لتحتها نرفدو لي بلاكات، ودي فوا هي تكون عالمه ماليها عالمه زعما خياتها، ولا دي فوا تقولنا زعما اختي تعطينا توريزاسيون من عندها، تقولنا هذه يا اختي هي اللي تصورني هذا مكان فوالا، نشوف اختها نشوف تليفون تاع اختها نخليها اختها يبرك هي تصورها، والناس نعلموهم كي يشوفونا لابسين ولي توني ولي بلاكات، دي فوا الناس ما تصورش يفهمونا وما يصوروش، نطلعوا مع العروسه هنايا في لاصال تكون فيها اربعه ولا ثلاثه بنات، حنايا هي غير تدخل انا نكون معاها وزوج معاها نمشي معاها، بعد كنا نتفارقوا وحده من وحده من. وأكدت لنا إحدى الحارسات في حديثها إلينا أن الحراسة جنبت الكثير من المشاكل. بون والتعامل تاعنا مع لي زانفيتي بون، كاينين عباد اللي متفاهمين، يكون هو يسهل لك الخدمة، يشوف كرف دال البلاكات لاباش تاعك كامل يعرف روحه بلا ما يدير لك كامل المشاكل، وكاين عبادنا انت كي تهضري معاها تغفلي تصور، تما حنايا نروحوا لهم نهضروا معهم بالعقل، مادام بات فوتو ما تصوريش، العروسه راهي قالت هكذا ولا العريس راهو قالنا باللي ما تصوروش، بون حنايا نكونوا متفاهمين هما يكونوا متفاهمين ما عندناش اشكال، وكاين عبادنا كاين حتى نلحقوا وين حتى يسبونا جوغ يقولوا لنا باللي جوغ بزاف عليكم هدايا بزاف جوغ كثرتوا عليها ماشي هكذا، كاين لا غالب عباد ماشي متفاهمين، وكاينه اللي تحب دلك ما وراء تبعت ولادها كما انا بزاف طحت فليكا تبعت وليدها اوفون كامل تحت لا طابله حتى نحكمو، لازم نعسوهم تخي بيان، زعما ماشي تقولي الدراري نو كاين كيما يقولوا ولادهم يحطوها وسيله.
عادة جديدة تلجأ إليها المقبلة على الزواج في السنوات الأخيرة، وهي كراء الحقائب التي تحمل جهازهن، كل هذا ليكون الجهاز متناسقاً وأنيقاً يوم التشوار. الحاجة الجديدة اللي درتها لكم سيكون كما راكم تشوفوا لي فاليز تاع العروسة، يعني لي فاليز زمان كانوا يسلفوهم، يعني ما كانوش يكريو، كانوا يسلفو عند الجيران ايتو، دونك انا درت لهم هاد الحاجة جديدة باش ما يروحوش يكريو، باش ما يروحوش يعني يسلفو ولا يشريو، باسكو انا نعرفو غلاء المعيشة ما كاينش حد تقدري تشري كلش، ومام كي تروحي تسلفي يعني ما كاينش حد زعما جوغ تلقاي راحتك. دونك كي درت لهم هاد المشروع، يعني درتو كمشروع في البداية بالعقل، ولقيت يعني تجاوب كبير للناس الحمد لله يا ربي. كان مشروع ناقص بزاف في الجزائر كما نعرفوا، حاجه كي تكون ماشي معروفه تخافيها باش تبدايها، دونك الحمد لله يا ربي بديت في هذا المشروع، درت شويه دي فاليز شويه لي كوفر شويه لي بواتيتو، وبديت نمشي في المشروع تاعي عبر التواصل الاجتماعي، لقيت تفاعل كبير الحمد لله يا ربي، لقيت ناس جاوبت، ناس حبت هذه الفكره والحمد لله يا ربي، وبديت بالعقل، ومام كي شفت تجاوب كبير يعني مع الناس بديت نزيد بالحاجه والحمد لله. كيما لي فاليز كيما كتشوفي كاين اربع تشكيلات هنايا الله يبارك، كل نوع واش فيه وكل نوع والسعر ديالو. كاين ثاني طبق الحنه اللي بزاف سقساوني اسكو طبق تاع الحنه يتكرا، وانا نقول لهم وي تكرا خير من تروحي تشريه، زمان العريس كان يشريه ويهديه للعروسه، دونك لا ولا يجو يبريفيري يكريه ويديه يهديه العروسة جوز بها ديك الحنة ديالها وتعود ترجع دوزان لعندي. عادة أخرى وقفنا عليها في الأعراس، وهي استقبال المدعوات بالتمر المحشو والجوزية، بعد أن كانت العروس في السابق من تستقبل بالتمر والحليب. بكري كانوا يمدوا غلي دراجي مع التالي فلاور بلونش، دوكا طورت الحاله ولاو فيس دي بريستيج، يحطوا لي بواط في الدخله كي يجوا لي زانفيتي يمدوا لهم لي بواط فيهم فيريرو لي دات فوغي ولا فيريرو مع ماكارون، دوكا سولون لا دوموند تاع لا كليانت واش تحب دير. كي تكون حاجه ماكاش نبروبوزيو لها عفسه واحده اخرى، ولخاطش كانوا بزاف كانوا بكري يديروا غير دراجي ما كاش عفايس هكا جدد، تسمى دوكا نمشيو على حسب الوقت اللي رانا فيه. على الرغم من المصاريف الكبيرة التي تتكبدها الأعراس، إلا أنه لا أحد يكثرت أو يتراجع عن الدفع، الكل مستعد لفعل المستحيل من أجل جعلها ليلة من أجمل ليالي العمر.